اخر تعليق هو سؤال. قال انصار السنة الايام دي قاموا بحملة ضد قرار الوزارة، هل من تعليق؟ التعليق كالآتي. اول حاجة يا اخواننا، قرار الوزارة اللي جا الليلة في مسألة حذف ابواب من كتاب التوحيد، هذا القرار اللي صدر ما هو قرار بإلغاء التوحيد ابدا، ده ما قرار بإلغاء التوحيد، ده يلغى دروس معينة. بعدين انت انصار سنة لما تجي تعمل حملة وتوزع منشورات لمساجدك تقول لهم الليلة تتكلموا عن الإسلام دين التوحيد، ده نمرة واحد فيه إشارة ودلالة على انك انت لو كنت شغال في التوحيد ما احتجت الليلة انك تعمل حملة للكلام عن التوحيد، صح ولا ما صح؟ انت لو شغال عن التوحيد ما بتحتاج تستنفر المساجد بتاعتك عشان تتكلم عن التوحيد، دي نمرة واحد. نمرة اثنين، اين انت يا انصار سنة قبل ما يخرج هذا القرار؟ انت كنت وين من الدعوة الى التوحيد وتسخير مساجدك في الدعوة الى التوحيد؟ قام واحد منهم محمد الامين اسماعيل عمل خطبة وفي اخر الخطبة قاعد يبكي لا تحذفوا لا اله الا الله، قال بيبكي في اخر الخطبة. سؤال، هل انت في منبرك ده كنت مهتم بتعليم لا اله الا الله وشرحه وتفصيل الشرك والرد على الشركيات وبيان التوحيد وتفصيل التوحيد، هل انت كنت مهتم به في منبرك ده؟ ادينا ثلاثة خطب لك عن التوحيد، هذه متاجرة يا اخواننا اعرفوا، ونحن لا يمكن يزروا الرماد في عيوننا ويغشونا بخطب بتاعت يوم واحد، والخطب انما هي ثورة على الحكومة لا هي ثورة حقيقية على الصوفية، ما في كلام عن التصوف. محمد الامين اسماعيل البيت باكا الجمعة الفاتت بيت باكا على حذف الباب من كتاب المدرسة، هو يا هو محمد الامين ذاته اللي بيطلع في الاعلام ولابس الشال الاخضر، صح ولا لا؟ هو اللي بيطلع في الاعلام ولابس الشال بتاع السمانية، سمانية اللونه بني كده بالذهبي، هو محمد الامين اسماعيل نفسه اللي سأله عن الصوفية وقال البرنامج ما معد لمثل هذه الاسئلة، هو محمد الامين نفسه اللي سألوا عن المولد وقال ده من القضايا الخلافية ونحن والصوفية رسولنا واحد وكتابنا واحد وبنحب النبي كلنا سوا، ده اللي بيتباكى على شنو يا اخواننا؟ نحن ما بنتغشى، غشى يزول ثاني، نحن ما بنتغشى. وإياك يا طالب العلم إنك أنت تقبل بمثل هذه المتاجرات الرخيصة، داير يقنعوا المجتمع بانه هم اصحاب التوحيد واصحاب دعوة التوحيد، هذا كذب، هذا كذب، كويس؟ زيد على ذلك محمد الامين اسماعيل اللي بيتباكى على الاسلام دين التوحيد هو ياهو ذاته اللي بيبدا الخطبة بتاعته بقصايد البرعي، ها بيقول الازول تاني اللي عارفين انه نحن هذا احمد قد سما ونورهما من نوره يتلالا، مش ده ذاته ولا ما هو؟ وقيل يا احمد هذا العرش فاستلمي، اها ده يا هو ولا ما يا هو؟ دي مش قصيده البصيري وقصيده البرعي؟ مش القصيده الشركيه؟ مش البنادي يا اهل غزه انتم اهل الجنه؟ ادخلهم الجنه منو؟ منو دخل اهل غزه الجنه؟ مش يهو ذاته ولا واحد تاني؟ لما يجي يتباكى الليلة يتباكى على حذف التوحيد نقول له انت حذفت التوحيد ده سنين عدد من منبرك، انت ده منبر، هذا المنبر حق الاساسي هو حق الله تعالى، ده المنبر ده منبر لله ومفترض يقال فيه حق الله، انت حذفت حق الله من المنبر بتاعك سنين،
جاي تتباكى عليه الليلة، ولا داير تظهر للناس في النهاية انه انت مناهض للحكومة؟ تم نظامين، ونحن ضد الحكومة، ونحن بنقدر نتكلم في الحكومة، ده كل الغرض بتاعه. نعرف المعلومة دي غرضه ما هو توحيد. اما البقية انصار السنة اللي بيتباكوا على الاسلام دين التوحيد، نقول لهم مش انتوا انصار السنة، ذاتكم اللي مشيتوا قبل اليوم زيارة للكباشي ودقوا قدامكم النوبة، والحيران بيبوسوا في كرعين الشيخ قدامكم، يا هم ولا واحدين تانين يا اخواننا كده؟ وروني، مش يا هم ذاتهم؟ مش يا هم انصار السنة اللي بيكرموا رئيس الطريقة السمانية ولا ما يا هم؟ مش يا هم انصار السنة ذاتهم اللي طلعوا مطوية وزعوها قالوا إلى مشايخ الصوفية، إلى مشايخنا الصوفية الأفاضل، مش هم ذاتهم؟ طيب الإسلام دين التوحيد كيف يعني؟ توحيد بيجي، تخيل معاي عشان تعرف المنهج الإخواني، توحيد بيجاي والصوفية بيجاي وسوا يا هو كده مش؟ التوحيد ده معه براءة من الشرك وأهله. ربنا قال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر. الرجز دي شنو؟ الأصنام. وهجرها العلماء قالوا البراءة منها ومن أهلها. أنت تبريت من أهلها؟ أتخيل في نفس الوقت اللي بيتباكوا فيه، اللي بيتباكوا فيه على الإسلام دين التوحيد، طلع الرئيس العام بتاعهم قال بعض الأيادي تريد أن تشعل الفتنة بيننا وبين الصوفية. وطيب ما قلت الإسلام دين التوحيد؟ التوحيد ده خالفوا منو؟ خالفوا الصوفية. الصوفية خالفوا لأنه جابوا شنو؟ جابوا الشرك. طيب ما دام أنت ما دار فتنة بينك وبين الصوفية، والصوفية أحبابك، وقال بيننا وبين الصوفية علاقات حميمة. طيب تاني التوحيد فوقهم كم؟ في شنو التوحيد تاني؟ التوحيد ده مش ضد الشرك؟ الشرك والتوحيد مش بيناتهم عداوة؟ ولا العداوة انتهت؟ ربنا قال لا تجدوا، لا تجد، ده كلام الله كمان مو كلام أنا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ورسوله. الله قال لك لا تجد، يعني كلام الله كذب ولا شنو؟ لا تجد معناها لو لقيت زول بواد، يعني بحب وبيقرب، زول بحاد الله والرسول، معناه ده شنو؟ ده ما مؤمن. اعرف المعلومة دي. لكن اللي بكلمهم منو؟ الناس مساكين، خاصة طلاب العلم الجداد يقول لك يا سلام يا اخي ما شاء الله صار السنة وقفوا ضد قرار الوزارة. هل وقفوا ضده عشان ده شغل بتاع الصوفية وهم ضد الصوفية، ولا وقفوا ضده عشان دي الحكومة؟ تعرف في السودان انت عشان تبرز عضلاتك، وعشان انت تلقى لك منصب، وعشان انت تكون لك حزب وتكون لك كتلة وجماعة، لابد تنازع الحكومة، تنازع الحكومة، هذه الحكومة تقول كذا وهذه الحكومة، انت عشان تلقى لك مكانة لابد تعمل كذا. تعرف المعلومة دي ولا ما عارف؟ والشعب السوداني عشان يقتنع بك راجل يقول لك والله امام الجامع اللي هنا ده ذو الراجل يا اخي، راجل عديل كده ليه؟ يقول لك والله ده بتف الحكومه دي، تف بتفها تف يا زول، عشان تعرف انه دي صفه اهل البدع. النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث تفترق امتي على 73 فرقه، 72 منها في النار وواحده في الجنه. قال سهل بن عبد الله من التابعين رحمه الله قال ال 72 فرقة الضالة كلهم يبغضون الحكام. عشان تعرف الحقيقة ممن زول تلقاه بس الحكومة قالت له حاجة طوالي جاري على الحكومة، أعرف إنه ده من أهل البدع، لأنه منهج أهل السنة والجماعة بيدعوا للحاكم بالصلاح. شفت الفرق كيف؟ نحن مش لقيتك فرصة في الحكومة طوالي جاري، وهذه الحكومة عملت وهذه الحكومة عملت، ده ما بيصلح دين ولا بيصلح دنيا ولا بيصلح حاكم أبدا.
البصلح الحاكم شنو؟ بيصلح الدعاء تدعو له. اثنين بتصلح المناصحة في السر براه كده، لأنه ده حاكم ما زيك أنت وأنا. نحن ما مساكين، ممكن تلاقيني في الحلقة تقول لي ده شنو اللي بيسوي فيه ده يا أخي؟ كرهتنا ذاته. ما أنا مسكين زي ما عندي حاجة. لكن الحاكم ده عنده هيبة وعنده مكانة. عشان كده نصيحته بتختلف عن نصيحتي أنا وأنت. براو النبي صلى الله عليه وسلم قال فلا يكلمه علانية. تمشي ليه براو تتكلم معه؟ لكن ده الأول ما لقوا فرصة طوالي قايمين على الحكومة، والحكومة عملت والحكومة عملت، وده ما من أساليب الإصلاح أبدا ولا من أساليب إصلاح البلد. وبالتالي أعرف الحملة اللي قايمين بها الجماعة ديل دي عبارة عن متاجرة سياسية رخيصة. أعرف المعلومة دي، لو داير تتأكد منها أمشي فتش مساجد أنصار السنة، شوف التوحيد وينه، شوفوا. والله أنا قلت لهم البارح لو أنا الباب اللي بيتباكى عليه محمد الأمين إسماعيل ده ذاته أدوني الباب ده مكتوب في ورقة الإسلام دين التوحيد، وشلت الباب ده في خطبة الجمعة ومشيت شرحته في مسجد محمد الأمين إسماعيل، نص الجامع ده بيطلع برا بس أشرح لهم الباب ده دعاء غير الله. يا أخي الخطبة اللي عملها شيخ جاي من السعودية إمام للحرم المدني، ها؟ الخطبة عملها في سنار، سنار عاصمة الثقافة كانت، عملها في المسجد العتيق، والصوفية قايلين إنه زي القبال وذاك جاي يتكلم لهم عن وحدة الأمة ونتلموا، ذاك جاب له خطبة مكتوبة توحيد تقيل بس بلا أدلة، أداهم لك توحيد والحجبات والتمايم والقبور والأضرحة ودعاء غير الله. أنت عارف في ناس مرقوا من الخطبة؟ عارف المعلومة دي ولا ما عارفها؟ وفي واحدين كبار قاعدين قدام أنا شايفهم في الصف الأول من الجبهجية ومن الصوفية كبار عتاولة، الواحد بيبلع في ريقه في الخطبة، رج بيبلع في ريقه، قال أنت بلع لك ليمونة في شنو؟ الشغل ده سخن معاه والتوحيد ده، فهمت؟ أنت عارف؟ واحدين لمن خايفين من أنصار السنة ذاتهم خايفين. يا ناس بيجيكم شنو؟ بعدين أنا أقول لهم آخر رسالة، آخر رسالة اليوم يا أنصار السنة، أنتم لستم بحاجة إلى الباب اللي حذف من المغرر، أنتم ما محتاجين له أصلا. عندكم كم مسجد؟ كم؟ في الولايات جزيرة كمية، نيل الأبيض، كردفان، دارفور، شمالية، كسلة، كله شرق، مساجدكم كثيرة. هل أنتم محتاجين للباب القاعد في كتاب سنة ستة؟ أستغلوا مساجدكم دي وعلموا الناس التوحيد، والله الذي لا إله غيره لو مساجدكم دي اشتغلت التوحيد صح، توحيد زي في القرآن والسنة، ها؟ لو اشتغل الصح نحن ما محتاجين للمقرر الدراسي ده ذاته، خليه يدرسون مسكننا وملبسنا وكيف كده، خلوهم اللي علمونا أولادنا دي للصلاة بس، ونحن نعلمنا العقيدة في جوامعنا هناك. ده لو انتم شغالين صح، تيجي تتباكوا الليلة؟ تتباكوا؟ باكوا على شنو؟ وهل الآن سلمنا جدلا الباب ده؟ قول ما حذفوه، قول ما حذفوه ذات قاعد. هل يكفي هذا في تعليم المجتمع التوحيد؟ لا ما بيكفي. الله يرحم والديك يا أخي، أنت ما فاهم ولا شنو؟ اتباكوا لا تحذفوا لا إله إلا الله، قاعدة ما حذفوه قاعدة، ما تتباكى ساي لا إله إلا الله قاعدة. لكن معناه وينه؟ معناها وينه؟ معناها ده لا إنت، لا إنت ولا المغرر اللي إنت ما شغالين فيه، معناها ده معنى لا إله إلا الله دار تفصيل، يتكلم تفصيل تحت، تنظف الشغل ده نظافة، المحايات، البخرات، عرق المحبة، تكلم زيدة. لأنه في ناس الواحد بيقول لك والله مولانا التوحيد ده نحن نجمناه وتب ما عندنا فيه مشكلة، ويسوي لك إيده كده ده ورابط له حاجة هنا، ما عندنا مشكلة في التوحيد ورابطة هنا دي، ودي شنو تقول له؟ يقول لك ده عرق محبة، ده ما يوش عرق ذاته. عشان كده التوحيد ده دار شغل فلفلة، ده منهج السلف كده، واحدة واحدة تفصل تبين تعلم الناس توعيهم بلغتهم، بلغتهم العامية دي. في ناس ما بيفهموا لك الكلام الفصيح داك. أيها المسلم وحبيبي في الله عليك باللجوء إلى الله والتضرع إليه في السحر
وانكسر تحت اعتاب ربوبيته. ما بيفهم ليك زي دي حبوبتي كبيره، ده ما بتفهمه ليك. وقع لها شغل ده بالراحه، اقول لها اوه يا حجه والله يومك تموتي ورابطه حجابك ده تخشي جهنم. اول ما تقول لها كلام زي ده تقول لك هيا جيس يا جميل، ده كلام شنو؟ ده كلام شنو؟ والجبال بتاع محمد الامين اسماعيل ده ما بتفهميه. انا بوقع عليك بنزل معاك، شفتي لعب بالاطراف عشان توقع لها المعلومه بالراحه، ده المطلوب. وده لا منهجك ده شغاله ولا صار السنه شغالينه. عشان كده انا ارسلت لهم الدار اوقع لهم، ما تقعد تتباكوا سايب، ده شغل بتاع السياسه بتغشونا نحن، والله تغش لك واحد ثاني، نحن ما بنغش لك. فهمت؟ تتباكى وحذفوا لا اله الا الله، انت مسكين؟ اكن حذفوا لا اله الا الله ما بنمرق عليهم بكره دي؟ ما ده خور، ده ما كفر. ان حذف لا اله الا الله كفر بالله يا ناس، ده بيبقى كافر بالله. ما حذفوا لا اله الا الله ولا اي حاجه، لا اله الا الله قاعده. فهمت؟ لكن التفاصيل الدقيقه دي اللي احنا دارين نازاته، وانت مفترض تشتغلها، وده الواجب عليك قبل اي حاجه. انت وانصار السنه ده الواجب عليك تشتغل الشغل ده. فهمت؟ وانصار السنه عليهم واجبات ثانيه، دي احنا بنجا في وقتها، لكن الان احنا دارين نوقف الدغدغه دي عشان ما يغشوا الجماعه. تعرف التوحيد ده في ناس يدقوا فيه، يدقوا في التوحيد، عكاكيس دورت. فهمت؟ سجون شغاله، تلقى الجرايد كله يومين ثلاثه تكتب فلان في السجن وفلان مسجون كذا والغرامه لفلان كذا. ديل شغالين التوحيد، واذا صار السنه نايمين السنه تشت. واول ما يجي حدا زي ده دارين يستلموا الرايه طوالي ونستلموا المايك. التوحيد لابد منه يرجع عشان الشعب السوداني طوالي يقول يا سلام انصار السنه هم رجعوا التوحيد، الاسلام دين التوحيد. لا 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 لا، ما بتغشونا نحن اصلا، نحن بنكشفكم تمام. وزي ما بقول لك ابو القدح بيعرف يعدي رفيقه وين، دي نحن بنعرف نعدي وين، المجتمع ده ما بيعرف لكم، دي شغلتنا نحن دين. على اي حال انا ده تعليقي، ومعليش اخذت الزمن على اخواننا كلهم الموجودين في المنبر عندهم كلام لعله يكون افضل وانفع، لكن انا اخذت الوقت لانه ممغص شويه، بس كده حسيت بنفسي فشيت. الله يبارك لي واياكم فيما قلنا وسمعنا.